تمكنت عناصر فرقة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تيمشنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد مرورا بولاية عين تيمشنت ناحية المدن الغربية، حين تم توقيف اثنان من أفرادها وحشد كمية مقدرة ب 50 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج، حيث أنه بعد مراقبة تحركاتهم تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص لدى محكمة سينيا بولاية وهران لتم توقيف أحد المشتبه فيهم وهو في حالة تلبس بصدد نقل كمية المخدرات.